شفت المباراة ازاي النهارده؟ يعني قعدت اضحك جوارديولا. لا ما طبعا كده شفت المباراة ازاي قعدت اضحك قلت الحمد لله فعلا. لا جوارديولا تفوق على نفسه وفعلا حتة ان هو لا انا مش هقلف، انا عارف خلاص ان انا ده التشكيل اللي هبدا بيه، ده الفريق اللي هبدا بيه، ايه اللي انا غلطت فيه في مباراة الذهاب اللي خلتني اتعادل 1-1؟ الاخطاء البسيطة، يعني مش هو ما غلطش في ماتش الذهاب، الاخطاء البسيطة اللي اقدر اتداركها واقدر اكسب بيها ماتش العودة. لا هو قدر ان هو يحجم ريال مدريد بشكل تام، الضغط القوي جدا اللي كان عامله خصوصا في اول ربع ساعه. احنا شفنا في اول ربع ساعه ريال مدريد عامل 13 تمريره بس، ده يعني تمريره كل دقيقه تقريبا. فضغط قوي جدا من ريال من مانشستر سيتي، التحركات اللي في المساحات، كل اللي السيتي عمله في المباراه النهارده. لا يعني نرفع القبعه لبيب جوارديولا انه ما قلفش، انه خلاص عارف ان هو عايز ايه، خلاص عارف ان هي دي اللحظه الحاسمه اللي انا لا انا لازم اكسب دوري الابطال. ممكن اقول لك حاجه في موضوع التاليف ده واتناقش معاك كلكم، يعني كل شويه الناس تقول لك ايه اصل بيب جوارديولا اوفر كوتشنج ولما بيالف بيخسر. ما هو يا جماعه هو اصلا اوريدي بيالف طول الوقت، يعني هو ستوني دي تاليف، تشابي الونسو لما حطه سنتر باك ما دي تاليف، ميسي لما لعبه فولس ناين ما دي تاليف، بس مش في الوقت الحاسم اللي انت عايزه. اذا مثلا زي رودري في نهائي دوري الابطال قدام تشيلسي طبعا انت اخترت الماتش الوحيد، ما احنا ماسكين له ديت بقى، ما احنا ماسكين له مثلا علما يعني تشيلسي كان عنده توفيق كبير في المباراه دي والسيتي راح كسر الدنيا في المباراه، بس ما هو يعني في حظ يعني. هي الفكره ان هو خلاص عارف ازاي امتلك واستخدم كل الادوات اللي معايا واخد اقصى حاجه من كل لعيب معايا في الفرقه. برناردو سيلفا احنا النهارده خط وسط موجود، جناح يمين موجود، خط وسط يمين موجود، هو اصلا الموسم ده لعب مع مانشستر سيتي ست مراكز مختلفه، وكل مركز فيهم بيحقق على الاقل، بيسجل اهداف، بيصنع اهداف، بيحقق على الاقل تقييم لازم يوصل لسبعه من عشره، ده برناردو سيلفا. جون ستونز هو استخدم ان خلاص انت مدافع مش في افضل حالاتك او مش افضل مدافع موجود في المنظومه الدفاعيه بتاعتي، بس تعرف تطلع بالكوره كويس وعندك خبره ان انت كنت في مدرسه الناشئين في النادي بتلعب لعيب خط وسط، خلاص هقدر استخدم قدراتك ديت واطوحها في الفريق، فابدا اخد او استفيد باكبر قدر ممكن من كل العناصر اللي موجوده في الفرقه. فبالتالي انت شفت مانشستر سيتي اللي كان في شهر واحد اللي كان جوارديولا بيقول احنا محتاجين دوافع عشان ننافس على كل الالقاب، على كل الالقاب، لما كان ارسنال متصدر الدوري ولما هو كان بعيد في دوري الابطال والناس كانت بتستبعده من الترشيحات على كل المسابقات. لا دلوقتي خلاص هو تقريبا على بعد 3 مباريات على 3 ألقاب علشان يحقق ثلاثيه تاريخيه ما اتحققتش غير مره واحده في انجلترا عن طريق مانشستر يونايتد مع السير في 99.